طب في نقطة برضو مهمة، انه نسمع في ناس بتبيع، بتيجي مش تبرع، بتبيع. هل يعني في اماكن هو حد بيجي يتبرع بيبيع الدم؟ لا، يعني ممنوع، ممنوع، مجرم في الدولة المصرية انك تتبرع بالدم، تاخد ما مقابل فيش. مادي. انت كل اللي بتاخده ولا اولا، حتى بيحصل في مستشفيات خاصة او كده لا، دي تجرم. لو اتمسك حاجة جريمة زي دي يعني، يعني تعتبر جريمة. انه طبعا القانون المصري يجرمها انك تتبرع بالدم تاخد مقابل. ده ليه بقى؟ لان احنا خلي بال حضرتك، احنا بنعمل فحوصات، بس الفحوصات دي تكشف الفيروس في ست شهور، من 3 شهور لست شهور. فالنهارده لو حد مش يعني هيكون محترف بيع دم، بيكون سلوكياته خاطئه وممارساته خاطئه. فانت خلي بال حضرتك ان كيس الدم ده بيروح لناس مش مستحمله، يعني ناس صحيح. مريضه في حاله صحيح. مش مستحمل يخش له اي فيروسات اخرى. طب فده ده الناس، مجرم. انت حضرتك قلت انه انما المتبرع حقه ايه؟ اولا بيتم توقيع كشف طبي عليك، بنطمن ان ما عندكش انيميا، بنطمن ان ظروف الضغط عندك اخبارها ايه. بعد كده بيتم توقيع كشف الصدر على حضرتك. بعد كده انت كيس الدم بتجي لنا بعد اسبوع، بتاخد نتيجه بشهاده بخلوك من فيروسات، ولو بعد الشر تحمل اي فيروس في اي مثلا حاجة. بنعمل لك احاله. الحمد لله بفضل الله بقضاء ربنا ان تمت الدوله المصريه قضت على فيروس سي، وبقى فيه علاج في الدوله. يعني المبادره دي على فلو فكره، هو مصاب انت بتحوله على طول احنا النهارده يعني انا بقالي 20 سنه في هذا القطاع، في اخر 3 4 سنين والله هذا كلام لله، طفره طفره في حته دبي. الحمد لله ما بقيناش نلاقيه كتير، الحمد لله الحمد لله. ولو لقيناه بقى فيه علاج، علاج سريع وفي كمان. ميزه بقى دايما، فيروس سي كل ما بتلاقيه بدري كل ما بيعالجه اسهل. اسهل. فالنهارده لما بنكون في الفئه العمريه، احنا فئه 18 ل 60 سنه، لما بيكون برضو انت مش عارف فتلحق نفسك بدري بدل ما يكون في مضاعفات. فكل دي استفاده للمتبرع. وبعد ما تتبرع بتشرب معانا العصير ونطمن على سيادتك، يبقى انت كمتبرع اطمنت صحيا على نفسك. ومش بس كده، احنا فعلا بنشوف ظروف قاسيه جدا جدا، وبنبقى ايدينا زي ما بيقولوا مربوطه ورا ظهرنا. يعني صحيح. في مثلا فصائل نادره اللي هي الار اتش نيجاتيف دايما بيبقى فيها ندره، بس الحمد لله وجود شبكه مخلينا نقدر نامن المجتمع المصري، من كل ما. بنناور بالفصائل. طب لو خدت من حضرتك، هقول ايه، دعوه اخيره للساده المشاهدين، انا احنا بنتعامل معاهم كمتبرعين بقى، يعني طبعا متبرعين محتملين، طبعا يعني طبعا رسالتك من موقع المسؤوليه للناس، يعملوا ايه او يبادروا بايه، او اهميه ان هم يتبرعوا بالدم رسالتي ايه؟ للمواطن المصري، أرجو من الله أنك تثق بقطاع بنوك الدم، أرجو من الله أنك تبادر بالتبرع بالدم. وأنا هنا مش بقول بس وزارة الصحة ممثلة في خدمات نقل الدم ومستشفياتها الحكومية، لأ، وكذلك المستشفيات الجامعية وكل ما هو قطاع حكومي مضمون وآمن فيه الدم. ومش كده وبس، حاسبنا، احنا نحب حضرتك تتواصل معانا وتقول لي انت عندك قصور هنا. لو انا عندي قصور انا هعالجه. يعني من الحاجات اللي بنعتبرها اساسيات التشغيل واساسيات الجوده عندنا راي العميل، اللي هو مش بس المتبرع. المتبرع مهم جدا رايه في عمليه التبرع، كانت امنه، حد ضايقك، الطريقه ما عجبتكش، اي اخطاء. وكذلك المريض اللي مثلا جه ما لقاش كيس الدم، فاحنا ممكن النهارده نوفر لك بديل من بنك دمك قريب مننا. فدايما انا باكد على تواصله معانا، واحنا هنعرف عيوبنا من حضراتكم. بس اللي انا اقدر اكده ان هذا القطاع بيشهد طفره، وبيشهد فعلا اهتمام قوي جدا قوي جدا من القياده السياسيه ومن معالي الوزير. ومعالي الوزير عنده اهتمام جامد جدا لدرجه بيسالنا حملاتكم فين؟ هتطلعوا فين؟ وليه ما طلعتوش؟ يعني بيخش معانا في التفاصيل. تفاصيل. ومهتم قوي ان من النهارده بيقول كده دايما، لما يجيليش تليفون يبقى انتوا كويسين، انما في اتصالات يبقى انت يبقى عندك في مشكله. مشكلة. فاللي انا بقوله يا فندم، الارقام موجوده واحنا شغالين 24 ساعه. تاني يا جماعه، الارقام اللي ممكن تتواصلوا 137 من خلالها مع يعني قطاع خدمات نقل الدم وزاره الصحه، 137 و15 15 366، وفي انتظار ان شاء الله الموقع الالكتروني هيكون برضو ان شاء التواصل من الله خلاله. هنتواصل مع حضرتك ونبلغه ان سيادتك، شاء الله. ومستنيين حضرتك في المركز القومي. تشرفنا، تعرف على الانشطه، ويا ريت برضه واجي فريق اتبرع. الاعداد، يا ريت يا فندم ايوه، تشرفنا. عشان انا عندي تجربه كانت صعبه، بس لا بلاش اعيدها لا تاني لا للساده لا لا لا، المشاهدين. ان شاء الله التجربه هتبقى حلوه. لا ويا لا، ريت برضه هنيجي. ان شاء الله. الشباب عند حضرتك يصوروا حمله ويتبرعوا برضو. ويكرموا متبرعين ويتبرعوا برضو. ويتبرعوا، ده حاجه خلاص، شرف لنا يا احنا فندم. ممكن نبقى معاكم يوم ان الثلاث شاء ان شاء الله الله، ان شاء الله نرتب ده مع بعض. ان شاء اشكرك الله يا جدا فندم. شكرا. دكتور محمود غزالي، رئيس خدمات نقل الدم في وزاره الصحه.